للحديث عن أوضاع الشباب العراقي في اليوم العالمي للشباب ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. أستاذ بهاء، بداية مرحبا بك. يعني لطالما اعتبرت الدول المتقدمة أو جميع الدول تعتبر شريحة الشباب هي الشريحة النوعية التي تمثل القوة الفعلية لهذه الدولة بحسب المعايير العالمية، حسب الشباب عددهم نوعيتهم. هنا في العراق يعني كيف تنظر إلى تعامل الحكومة مع التخطيط لاستثمار هذه الثروة المهمة والفاعلة والكبيرة؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين الترافدين. الحقيقة الحكومات منذ بداية الاحتلال من 2003 وحتى الآن هي رسمت طريقا واحدا فقط للشباب العراقي، وهو منهجية تدمير الشاب العراقي وتحويله إلى أشخاص، مجرد أشخاص وقود حروب ونزاعات وما تريده دول الجوار وخصوصا إيران منها. الشباب العراقي فقد فرصته في التعليم، فقد فرصته في العمل، وبالتالي فقد أمله بالحياة وفي المستقبل، بالتالي هو معرض للانخراط في كل الأمور اللي ممكن أن تؤدي إلى تدميره وتدمير البلد بالتحديد. الكثير منهم يفكر في الهجرة، الكثير فكر في الانتحار، الكثير فكر في الانخراط في صفوف الميليشيات، وهذا حاصل بالفعل بسبب يعني ضنك المعيشة في العراق وانغلاق كل الأبواب أمام الشباب العراقي من أجل طموحاتهم وتحقيق أهدافهم وأحلامهم للمستقبل. وهذا عملت عليه الحكومة منذ 2003 وحتى الآن، هي ركنت وزارة التخطيط يعني ماذا تقصد منذ 2003 وحتى الآن؟ ألا ترى أن هناك يعني هل تقصد أن هذا الأمر هو أمر مقصود لتدمير الشباب العراقي وتدمير طموح هذا الشباب، وبالتالي عدم السماح للعراق بالنهضة من جديد، بالنهضة الصناعية، بالنهضة الزراعية، بالنهضة بجميع مناحي الحياة؟ نعم بالتأكيد هو أمر مقصود منذ 2003 وحتى الآن. الحكومات العراقية دائما اللي حكمت البلد من 2003 وحتى الآن هي بالنسبة لها وزارة التخطيط ليست ذا قيمة، لكن وزارة التخطيط في الحقيقة من أهم الوزارات اللي تعتمد عليها كل دولة في تخطيط مستقبل بناء الدولة ومستقبل الأجيال القادمة من خلال وضع الخطط الخمسية والعشرية والخمسينية من أجل طموحات هذه الشريحة من المجتمع وهم الشباب، واعتمادها الكلي على تنفيذ مشاريعها سيكون دائما على فئة الشباب. وبما أن العراق يمتلك قاعدة شبابية كبيرة جدا، لذلك فهذه القاعدة بدأت بالاضمحلال من ناحية الهمم، انتهت كل آمالهم من ناحية المستقبل، لذلك هم عملوا على تجميد القطاع الخاص بل تدميره بالكامل، إغلاق المشاريع بطرق أو بأخرى، عجز الحكومة عن توفير الكهرباء اللي أغلقت الكثير من الحرف والصناعات والمعامل الصغيرة، كل هذه جعلت الشاب العراقي يعاني من أجل كسب لقمة العيش، وبالتالي اتجه إلى موضوع الانضمام للقوات الأمنية اللي هو ذات يعني مستوى محدود، وعندما انتهى هذا الموضوع تفكروا بالانضمام إلى الميليشيات فقط من أجل كسب لقمة العيش. هذا دفعهم باتجاه ترك الدراسه وترك يعني مستقبل التعليم، بالتالي فكثير من عندهم حاليا هم الجهله ومستويات الجهل مرتفع جدا. وايضا حتى من يعني صمد في وجه كل هذه الموجه واستمر بداء يعني بالتعليم تخرج فلم يجد لا فرصه عمل ولا وظيفه، وقطاع خاص ميت سريريا، وبالتالي ايضا صار له نفس المصير، مصير الشخص اللي الغير متعلم، اصبح الخريج والغير متعلم في كفه واحده. الجميع يعاني من البطاله، الجميع يعاني من التهميش، لا دور لهم في الحياه في كل المجالات، لا في السياسه ولا في الزراعه ولا في الصناعه ولا في الرياضه. هذه الاحزاب فرضت شخصيات تابعه لها بكل مفاصل الدوله، وضعت يعني مثل اخطبوط ونشرت اذرعها في كل مفاصل الدوله، منعت الشباب من فرصتهم حتى بالنسبه للهوايات العاديه مثل الموسيقى والمسرح والغناء. الاحزاب الاسلامويه ايضا مدت اذرعها بدعوى الحرام والحلال، وعطلت كثير من برامج الشباب التوعويه الموسيقيه والفنيه وحتى مهرجانات الرسم. للاسف كل هذه
يعني شيء مبرمج من قبل هذه الحكومات من أجل تدمير الشعب العراقي، ليصير مرحلة أنه لا يهمه من يحكم، المهم أن يلاقي لقمة العيش. يعني الهائش الشعب والشباب خصوصا بموضوع الحصول على لقمة العيش هو واحدة من الوسائل التي تبعتها الحكومات من 2003 وحتى الآن، كي لا يفكر بالوضع السياسي المزري في العراق ولا يفكر بالتغيير. يعني بلا شك بلا شك أستاذ بهاء أن ثورة تشرين عندما تفجرت كانت من ضمن أولوياتها وأولويات المطالبات الحقيقية هي منح الشباب الفرصة ليأخذوا مكانهم الحقيقي في هذا البلد كأي دولة في العالم. طالبوا بفرص عمل، طالبوا بالنهوض بالقطاعات، طالبوا بإزاحة هذا النظام الذي عمل على مدى منذ عام 2003 بتدمير الثروة البشرية لا سيما الثروة الشبابية، في حين العالم لديه الآن مصطلحات اقتصادية جديدة تتحدث عن رأس المال البشري. يعني هذا له انعكاسات بالتأكيد على المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة في العراق. هل تتوقع أن جذوة ثورة تشرين لا زالت متقدة وتطالب وتصر على أن يأخذ الشباب العراقي مكانه الحقيقي في بلده؟ بالتأكيد، شوف، من أساسيات أو من أسباب الرئيسية لانطلاق ثورة تشرين كانت هي حادثة قمع الخريجين الدراسات العليا في ساحة التحرير. هذه واحدة من الأسباب اللي دفعت المتظاهرين إلى الخروج في ثورة تشرين. في 2015 صارت هنالك موجة هجرة إلى أوروبا من يعني متزامنة مع هجرة السوريين، النازحين السوريين إلى أوروبا. هذه الموجة ذهب عدد كبير من الشباب العراقي إلى دول العالم، شافوا أوروبا كيف تعيش، شافوا الشاب الأوروبي شلون يعيش، بعضهم توجه إلى دول عربية، شافوا حتى المواطن العربي من الدول المحيطة إليه شافوا شلون يعيش. لذلك كان لهم رغبة، كثير منهم طبعا عاد، كان لها رغبة بأن يكون عيش هذه العيش اللي عاشها أوروبا في بلده، لأنه بلده لا يقل لا من ناحية الموارد المالية ولا من ناحية الرصيد البشري ولا من ناحية الرصيد الشبابي عن ما يمتلك دول العالم. لذلك كان لها دور قوي، والثقافة اللي يتمتع بها الشاب العراقي بصورة عامة صار عنده وعي حقيقي، طالبوا بمكانهم. يجب أن يكون هنالك جيل جديد يسعى إلى بناء الدولة وبناء البلد والمشاركة في كل الأمور. هنالك الآن يعني أعضاء مجلس نواب ووزراء في حكومات الدول يعني صغيرين في السن، رئيس كندا ما زال بداية الأربعينات من حياته. لذلك بدأ الشباب العراقي يطمح للوصول إلى تلك المناصب والوصول إلى مرحلة بإمكان أن يدير نفسه بنفسه. الطاقات الشبابية هي سلاح مهم من أسلحة الدولة، لكن للأسف في العراق هي مجرد سلاح مهمش عبارة عن سوق للمخدرات ولرصيد بشري بالميليشيات من أجل مصالحها الشخصية. نعم، من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.